جدا يعني، مش عايز اقول جماهير الاهلي، لانه يعني دايما طول ما انا بكلم السوشيال ميديا انا مش عارف انا بكلم مين بصراحه، يعني بكلم حد معانا ولا بكلم حد علينا، بكلم حد بيتكلم للمصلحه العامه ولا بكلم حد واخد حاجه من تحت الترابيزه، فانت مش عارف بجد يعني الشخص اللي بيتكلم ده بيتكلم بدافع دوافعه ايه الحقيقيه يعني. لكن بشوف انه اللعيبه دي، لعيبه النادي الاهلي دي، انت بتتكلم على الاهلي وصل ل14 مباراه نهائيه، يعني الاهلي على مدار تاريخه كله في بطوله دوري الابطال سواء بالمسمى القديم او الجديد وصل ل14 مباراه نهائيه. الجيل ده لوحده وصل لسبعه، يعني في لعيبه النهارده، في لعيبه بتلعب في ماتش النهارده بالليل لعبه 7 نهائي دوري ابطال من اصل 14 نهائي وصل لهم النادي الاهلي. انت متخيل الرقم؟ انت متخيل الانجاز؟ انت متخيل انه الجيل ده النهارده باذن الله ان شاء الله لو قدر يعبر المحطه الاخيره، محطه الترجي، ويتوج باللقب رقم 12، ان يبقى جايب للاهلي 4 ألقاب من اصل 5 نهائي، وده رقم ما حصلش مش في الاهلي، مش في افريقيا، ده حتى النادي الاهلي ما حققش الرقم. عشان كده لما بنقول فكره انه الاهلي بينافس نفسه حقيقي، يعني انت هو انت الدوافع عندك ايه؟ انك تكسر الرقم اللي انت حققته قبل كده، مش رقم فريق تاني محققه. انت اقرب حد ليك في افريقيا هو مازيمبي والزمالك، بتتكلم على 5 ألقاب. اخر مره توج مازيمبي امتى باللقب؟ حد فاكر؟ طب اخر مره توج الزمالك بلقب، بما ان هما الاثنين اكتر الانديه من حيث عدد البطولات اقرب للنادي الاهلي، طب قدامهم قد ايه عشان ممكن يعني ده لو الاهلي يعني ابتعد، يعني لو الاهلي بطل ياخد القاب قدامهم قد ايه عشان يقربوا بس من النادي الاهلي؟ فعشان كده بقول لكم لما بنقول كلمه الاهلي بينافس نفسه، اعتقد انه هي دي الدوافع اللي بقت موجوده قدامنا. ما انت مش بتنافس حد، يعني لو ما نافستش نفسك مش هيبقى عندك الدوافع، مش هتقدر تتحرك لقدام. عشان كده الاهلي بيقفل لقب البطوله بيبص على البطوله اللي بعدها على طول. اتكلم طبعا على انجاز تاريخي اتحقق النهارده ما حققوش اي جيل قبل كده، بما فيهم مانويل جوزيه وجيل بدايه الالفيه طبعا العظيم اللي حقق 3 ألقاب من اصل 4 بطولات. نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون حليفنا النهارده. طبعا عندنا مباريات ثنائيه حدث ولا حرج. المباراه الاهم ودي متعلقة باثنين من صناع النجاح في مشوار الفرقتين الموسم ده، بتكلم على مصطفى شوبير وأمان الله مميش، الاثنين الحقيقة حراس صاعدين واعدين، وديال أو يعني مواجهة أفريقيا كلها النهاردة بما فيهم الاتحاد الأفريقي بص عليها. الاثنين تألقوا بشكل غير متوقع، ومش بس تألقوا لكن كمان عملوا أرقام. تتكلم على 7 ماتشات لشوبير ما استقبلش في بطوله دوري الابطال ما استقبلش فيهم ولا هدف. بتتكلم على عدد تصديات 28 تصويبه او تسديده او فرصه انقذها مصطفى شوبير في المشوار. على الجانب الاخر وعلى الرغم انه في ناس كتير وصفت الترجي بالصلب دفاعيا، وانا جزئيا اختلفت معاهم، يعني هو صحيح على مستوى الارقام الترجي لم يتلقى سوى 3 أهداف في البطولة الحالية، 3 أهداف كلهم جم في دور المجموعات في مباراته مع الهلال السوداني. صحيح أنه أمان الله مميش واحد من أفضل حراس في البطولة دي، وهو حارس برضو واعد صاعد واعد، بتكلم على حارس تقريبا 19-20 سنة، ودي المواجهة اللي أنا بتكلم عليها. شوبير مميش الاثنين الحقيقة كانوا أصحاب دور رئيسي وناجح جدا في وصول فرقتين للمباراة النهائية. لكن انا بشوف انه الترجي حتى في رادس النهارده مش هيكون بالصلابه الدفاعيه حينما يواجه النادي الاهلي، ويمكن شويه انه التوفيق كان حليفه في مواجهه سان داونز، كان ممكن جدا الاهلي يبقى بيلعب سان داونز النهارده في مباراه النهائي. لكن على كل الاحوال ده ما ينفيش ابدا انه فريق كبير، فريق عنده شخصيه، فريق عنده روح البطوله، فريق عنده من الدوافع على ارضه النهارده وسط جماهيره، لانه يعلم تماما انه مواجهه الاهلي في القاهره في استاد القاهرة مع جماهير نادي الأهلي هتكون صعبة جدا جدا على أي فريق في قارة أفريقيا، مش بس على الترجي، ففرصه كلها رهانه كله هيكون على مواجهة اليوم اللي أتمنى إن شاء الله إنه الأهلي يكون موفق فيه ويرجع لنا بنتيجة على الأقل تكون إيجابية. فاصل ونرجع نفرد ورقنا ونشوف كيف ستكون المواجهة بين مارسيل كولر وميجيل كاردوزو على استاد حمادي العقربي النهاردة في تمام العاشرة، كل ده في 6 مع كريم سعيد ضيفي طبعا بس بعد الفاصل.